بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا وحاكو سابسني هاي في تحريم الغيبة والنميمة. نميم نمضى أو حلس كدره هي غيبة أو قف أو حنته سيد الله إنه حرمي أي موضوعنا كسابسني هاي وحالا إنك حرم قفك إنو قفك كليه ولالكي أو حنته حتى وحا أكو حمنا يهبا كصفة إسناده إلهي بالي سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا بركين بركة كليانو حمنين ونهي قاسك ولا أياكو سعروري بربو بركة كليانو حمنين هذا نصفة عجائبة أيا لغو صفية تلمان لغا أرضه أن يحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا متكين ما وحا أجعليها إنو ولالكي وميدا أو عنه أي أوجعل يهاي ما يوي تاسوك لا أي أكرد عن تاي ولا متهاي غيبة وح الله يذكرك أخاك بما يكره قفك أو أتكو شكته وح ونعيه أخاك ده وح الله جود قفك سو مسلنا يا ولالك أه كلك وح ونعيه كورنين وح رسولك الودي عليه الصلاة والسلام رأيت إن كان في أخي ما يكره رسولك إلهي وهذا ولالكيبة وكسف يسيا وح كورن كلك ساو رسولك ودي عليه الصلاة والسلام وحولها إن كان في أخيك ما يك إن كان في أخيك ما يكره وحولنا عياه دو كجرو فقد اغتبته وأضحمته وحنتي للشيء يبتكر عضي وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته وحولنا عياه دان خصف إستينا بهتان يمصبد عياد الله تبيد إلهي سبحانه وتعالى دروغ دونا أكسان أردن إساقا إنه أمريه رسول كيسا إنه سودي بيه دروغ دحون أردننا ولا إنه نهينا إياه arabku had iyo jeer waa u shaqeynaya waxyaabaha uu shaqeynayo waa laba midkoodu wax khayr ah iyo wax shar ah wixii sharka ahaa ayaa wadooyinkiisi ayaa la ina tusaya oo la inaga fogeynaya oo la leeyahay u dhawaanina ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum hatta hayskursanina wal leeyahay qofna qof kale yaanu qursanin ragu raga dhaadhax yaanu dhaxdooda iskursanin tumar kuna tumar khayna iskursanin waxa laga yaaba qofkani qofkana uu qursanayo ee indhihiisu ay u buuxin laayihiin ee indhaha u buuxin la yaa usagu xaqirayo inuu ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala uu ka khayr badan yahay kulka qof ilaahay agtiisa manzilo weyn ku leh oo ka khayr badan maxaabade kulka een wixii aad ku qursanaysaa muxuu yahay ka kalana ha qursan baa lagu leeyahay waayo dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala khasaais bay leeyihiin innagu ma arkayna fadligoogu ilaahay agtiisa ayaa u yaala qof walba qofka kale waa inuu qursana waa inuu qofka naftiisa xaqira oo islaada qofka uu ka khayr badan yahay taacaadka ayuu ka badan yahay ayuu uu ka taacaad badan yahay waxa laga yaabaa inuu ilaahay agtiisa kaaga dhaw yahay ixtiraamka iimaaniga ah in la isku ixtiraamo way waman lam yatu fa ulaika humud zalimun ilaahay aayadaha waxa ku soo gabagabeeyay cidan ka tooba keenini zalimiin weeyo cadaab iyo ciqaab sugaya laga jarayo إن عائشة رضي الله عنها صفية أيه كلمة كتير أكسو هذا القاضي صفاء إليه هذه الصفية ويكوشي غيسة المان تبين الصفية ويقابن طيبات الرسول هو حول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته كلمة حاشية اكتها دي بدل لقود داري لها بدل بقى يميدو كيغ بدل لها كلمة داس وكلمة داير فضود انتها لك سادرت هذول على يروح على جم مرمان أقفك إنه إسك إلى ليو عرب كيسة إبعت ذا أوجيسنيو إنه إسك إلى ليو وحكرا أو يدنا اللمد أغيب ذا إن قفك حمنا يا قف ككلا أجيبنا يا أكفر يا أنك جوجين ذم بقى إسكم بدون بيهين سماع الغيبة والرضا به كالغيبة نفسها غيبة اللفت ذي أو كلاموي وحال الربا قف مركو كله عدن بقاسي كأججوغا وإنو كقبتو إنو كقبتو كجوجيو من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة رسول الله عليه الصلاة والسلام قفك شرفت ولالكي كعليا قفك كلا كل عيا إلهي با وجهي سنارتك إلى عليا يوم القيامة يوم القيامة خلقا وإن قيبا ذا قفك أن لو أقراني وإن ليرادن بقاك نقدا جوجي وإن لقا جوجيا لكن هدي لو جيبيو وحوي دمبي ويكود مدن بيكود يهين رسول الله عليه الصلاة والسلام أيا صو هذا القاضي الصحابي هبل هالكوم ربا أويدي نمبايدي أو حاول كاسوا نن رج ذاك رجل المنافق
laa yuxibu allaha warasuulah. Ninba halkan ka soo booda waxa uu rasuulka ilaahay kaasi waxa weeye waa nin munaafiq oo ilaahay rasuulkiisa midna ma jecla. Rasuulku waa uu ka qabtay markiiba calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi laa taqul daalik alaa taraahu qad qaala laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika wajha allah وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أورن كلمة ده كعلن ميانا ذركين إنه كلمة ده كلمة توحيد كأكوه الله الصقو إله الدرتي وكوه الله وإيمان ربع وكتهاي إلهنا وهو كحرم النار تعد رب وهذا الشيء قرنا وهذا كلمة ده بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إيمان بو قري إيمان بو قري كلمة دي سينو إله وجهي سولج يداي أو قري كان كلنا الذنب جاء كجري أيا إن لقى قبتي ساسو كلا إن قفك اللوغة قبتوي مؤمنين تا إله وحاو كتل ماما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه كل كي اللغو مغلان ويكاللابطان ويكاستاغان ويكاستاغان أن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره مركز ركتكو آيادها إلهي سيحنو دحقلية كي استاقبالي وكجيتو إلا أي ورك لأكينان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين haddu shaydaanku ku ilowsiyo maali dambe een ha ku noqon ba laydi ha oo ha u noqoni namimad namimnimaduna waxa weeyi iyaduna waa kasii dhib badan tahay xagga mujtamaa kan haddu kanuun xalmanayo oo kanuun cunayo hiigayay ka kale isagu dab uu la ordayaa mujtamaa dhaxdiisi dad isku wanaagsan ayuu kala dilayaa meel wanaagsan ayuu bakteeriya ku abuurayaa cudur iyo balaay uu gelinayaa halka kaasina waa la inaga xarimay inuu qofka qofka kale aw ku diro oo u namimyoodo uu war u geeyo ama madax ha noqdo ama ciduu doono ha noqdo ama ku kale ha noqdo ilaahay baa arkaya subxaanahu wa tacaala ciddaa aw leeyahay ad kale fasahaadisidna te ilaahay baa arkaya ilaahay baa walaalnimada subxaanahu wa tacaala inagu amray in la wada noolaado in mid la wada noqdo in niyadda la isku wada wanaajiyo inaan quluubta la isku xumaynin kolkaa kan isagu sida daqsiga oo bakteeriyada u qaada u qaadaya ee meesha xunuun iska taagaya meelaha buka ayuu duqsigu isku taagaa kaasi isna waxa weeyaan rasuulku waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu aljannata namam jannada ma galo ku dadka isku dira rasuulku waxa uu ka waramay calayhi salaatu wasalaam labadii qof ee lagu cadaabayay qabriga ee intuu soo jaray laanta laba uu kala jabiyo labadii qabri uu kala ku kala taagay midkood waxa lagu cadaabayay dadku isku diraya baa uu yidhi dembiga lagu cadaabayay lagu haysto uu iska deyn kari lahaa kulku adduunyada joogay qofka waxa looga baahan yahay war loo keenaa inuu iska hubsado qofka kale wuxuu ku arka mooyaane waxa kale inaanu qofkii kale aanu ku qaadin niyadiisana inaanu u bedelin amrada ilaahay baa inooga digay rasuulkiisa inoogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam waa waxyaabaha lagu kala dhinto ilaahayna ha ina waafajiyo wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.